السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. مرحبا بكاع الناس اللي انضموا جداد، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو لقاكم بصحة جيدة ان شاء الله. الوصفة اللي غادي نشارك معكم اليوم هي ضمن الوصفات السهلة والسريعة اللي كنوجدوها في الغداء ولا في العشاء دابا في الصيف. غادي نشارك معكم واحد البطبوط معمر على شكل همبرغر، كيجي زوين وساهل ودغيا. هو كتكون وحدة كبيرة، فكتديروها كبيرة وكتقطعوها على 6 ولاد على حساب افراد عدد افراد العائلة ديالكم. فالبنات تبعوا المقادير وتبعوا الوصفة الى الاخير، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. ما تنساونيش من البارتاج ومن اللايك، وشكرا لكم. هنا البنات عندي كفيتة دري، دايره ليها شوية ديال البصلة محكوكة، واحد البصيلة صغيرة محكوكة، وشوية ديال التحميرة، وشوية ديال قزبر يابس، وشوية البزار ومليحة صافي، وشوية ديال الكامون. عندي هنا واحد النجالة خديتها قطعتها دوائر ورشيت عليها مليحة. عندي هاد مطيشات غادي ناخدهم وغادي نقطعهم حتى هما دوائر، وغادي نقليهم مع زويتة ومليحة والبزار. وهنايا عندي بطبوط دايراه كبير البنات، ها هو راه جبدته من الكونجيل كنديرو كبير صافي. هكا فاش كنكون واحلة في الغدا ولا في العشاء كنجبدو كنقسمو في النص وكنعمرو بهاد الطريقة اللي غادي نوريكم، ساهلة ماهلة صافي. البنات غتبعوا معايا الفيديو وغادي نكمل معاكم. غنخلط هاد الكفيته هادي وندوزو نقليوها، وهادو غنقليهم بالبيض باش ما يشربوش ليا الزيت بزاف صافي. وهادو تما نقليهم مع زويته ومليحه وشويه البزار صافي، وندوزو باش نعمرو. هنا البنات خديت داك الكفيته قسمتها على جوج ودرت بها واحد الخبيزه هكا قرصتها، دهنت هاد سميتو البلاطو بشويه ديال الزيت صافي، وقرصتها هكا رقيقه. وغادي ندوز باش نقليها، غنديرها في مقله كبيره مدوره ديك ديال المسمن، ونقليها من جوج ديال الجوي ونكمل معاكم. دهنوا باي سميتو اي صوص بغيتو البنات، وغادي نستف هكا الرقيقات ديال الخس، ديروا اللي بغيتو، اللي ما تيبغيش الخس يقدر ما يديروش شي مشكل. نكمل التستيفه ونكمل معاكم. هنا البنات بعد ما استفت داك الخس غندير ديك المطيشات، راني قليتهم شويه مع شويه زيت الزيتون وشويه مليحه وشويه البزار، غنديرهم هكا. تقدروا ديروا اي خضره كتعجبكم هكا. ودابا غادي نجيب الكفته ديالي. الكفته البنات راه مرصاتش ليا، ما تفرتت ليا ملي بغيت نقلبها، ماشي مشكل براسها. نديروها هكا في الوسط هيا، وغنديرو عليها فرماج الساندويتش. غندير بعدا هذا، نديرو هكا في الجناب اللي ما وصلهمش الكفيته، كنديرو فيهم الدنجال. الدنجال البنات مع هذا مع الكفته راه كيجي رائع، جربوه كيجي بنين. غنديرو هكا في الجناب صافي، وغادي ندير فرماج ساندويتش.
نعمل الساندويتش ولا الهامبرغر. تقدروا البنات انا ملي ما تسكنش عندي كفته تندير غير اومليط بالبيض وفلفله الوان وبصيله والربيع ومليحه والكمون كيجي رائع وكندير عليه الفرماج حتى هو تيجفن. صافي البنات غادي نستف هاد الفريميجات هكا من الفوق ونعاود ندير شويه ديال لاصوص. ديروا اي صوص بغيتو ولا الكاتشب ولا اللي كيبغوا وليداتكم صافي كتقدموه بالصحه والراحه. ها هو البنات البطبوطه ديالي من بعد ما عمرتها كيف ما كتشوفوها كيف كتجي. كتجي رائعه وزوينه ولذيذه تعجب الوليدات. انا البنات غادي نقطعها معكم باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي. كل واحد كياخذ طريف ديالو حسن ما تبقاو تضيعوا في الوقت وتديروا. كيجي رائع. كنتمنى البنات تعجبكم هذه الطريقه، هذه سهله ديروها في العشاء ولا في الغداء لوليداتكم. الى عجبتكم خليوا لي التعليق وما تنساونيش من صالح الدعاء واللايك والبارطاج. والى وصفه قادمه باذن الله. السلام عليكم.